واخيرا دخلت المغرب رونو اركانا اي تيك فول هيبريد. مرحبا بكم في حلقه جديده من اجل نجربوا معنا لو نوفو موديل ديال رونو اركانا اي تيك فول هيبريد، ان سي سوف كوبي اللي كيتميز بان ديزاين سبورتيف اي مودرن. لا فاس افون بحال كاع لي نوفو موديل ديال رونو، اون سيغناتور لومينوز ان سي، ان كابو موسكلي، ان بوكليي امبوزون، دي زونتري دير اون ني دابي، و هاد لا توش اون وارم تيتانيوم، اي بيان سور لا كالوندر اكسبريسيف. De profil, il y a de la silhouette inclinée vers l'arrière, qui atteint une touche sportive et dynamique. Pour la face arrière, il y a des feux à LED étirés horizontalement, un diffuseur l'effet deux sorties d'échappement factif, les tiroirs en warm titanium, ou le bokeh est à l'imsariadir. Des jantes E-Tech Engineering de 18 pouces avec un petit détail en warm titanium. Qu'est-ce le coffre qui profite d'un énorme hayon? Très bonne accessibilité, et voilà l'avantage de le SUV coupé avec un volume de 480 litres. Pour les places arrière, la banquette est bien dessinée, assez inclinée. J'ai réglé le siège conducteur sur ma position. On dit l'espace au genou, et fait un empattement de 2,72 m. La garde au toit, ça reste très honorable, on a un coupé. Pour l'intérieur, ouais, le nouveau volant, c'est le nouveau volant de Renault, avec ses petites touches en warm titanium, multifonction bien sûr, un cockpit digital de 10,2 pouces, avec l'interface de 9,3, numéro de la capture, fait la navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, avec la caméra 360, le park assist et les modes de conduite, avec trois modes de conduite, sport, éco, واحد بيرسوناليزي. زائد لي كوموند ديال لا كليم اللي كنشوفوهم في لي نوفو موديل ديال رونو. لو طابلو دو بور لي ان بلاستيك موسي اون هو افيك سيت بوند اون كاربون اللي عطات الشكل الرياضي. زائد لو لوفي دو فيتيس لي سبيسيفيك اركانا اي تيك. عندنا ان شارجور اندكسيون هنايا. رونو اركانا فيها دي سياج اون كوير بيرفوري سور بيكور اون وارم تيتانيوم اي بلون افيك سيت توش اون الكونتارا اي سون شوفون. ودابا اجي نجربوها في الطريق كيفاش دايره. اللي خاص نعرفو هو ان عند رونو لا غام اي تيك كتجمع 100% الكتريك، ليبريد ريشارجاب و لو فول ليبريد. لا موتوريزاسيون ديال رونو اركانا C'est un full hybride, il y a un hybride non rechargeable, je vais le brancher pour le charger. En même temps, mais c'est une hybridation légère, il y a un hybride 100% électrique. Chose Renault Arkana E-Tech full hybride fait 145 chevaux en se basant à l'atelier des moteurs, un essence atmosphérique ou juge électrique. C'est ce qui fait une consommation de 4 face à l'espace. Renault Arkana E-Tech full hybride se base sur la plateforme CMFB اللي كاينه في الكابتور والكليو 5. واللي عجبني بزاف هو لا سسبونسيون، واخا سي اون سسبونسيون كلاسيك ماشي بيلوتي، افيك ان اسيو دو تورسيون اريير، مي كتبقى تري كونفورتابل اي سورتو ستابل. رونو اركانا اي تيك فول هيبريد فيها اون بواط اوتوماتيك سانز امبرياج، سي اون بواط اوتوماتيك اكرابوتاج اللي كتخليك تدوز لي فيتيس بطريقه سلسه وبسرعه. زائد لو لوفي دو فيتيس لي سبيسيفيك هاد لا فيرسيون ديال اركانا اي تيك انجينيرينغ. حيت كما كنعرفوا كاملين الفكره اللي كانت عندي انا سورتو هو ان كنقولوا ان اون فوا كندخلوا لوطوغوت ليبريد ما كيبقاش خدام، كيبقى غير خدام لو موتور ديسونس، يعني لا كونسوماسيون كتطلع في رونو اركانا اي تيك فول هيبريد كيبقاو مخدامين لي موتور الكتريك واخا في لوطوغوت، حيت عندها ان بروغرام اللي كيخليها تجيري لا باتري، يعني كتبقى ديما عندك لا كونسوماسيون طايحه وكيبقى عندك ديما ديك لو كوبل انستونتاني ديال لي موتور الكتريك. الطوموبيلات جداد غيوليو يا اما هيبريد يا اما الكتريك. دون ان بروميي طون الهيبريد هو اللي غيكون بزاف في السوق، مي الهيبريد تاهو فيه ثلاثه لي تكنولوجي، كاين لو هيبريد ريشارجابل، الفول هيبريد، والهيبريداسيون ليجير. الهيبريداسيون ليجير بعد لي كونستركتور هما اللي كيسميوها 48 فولت. الهيبريداسيون ليجير راه كيبقى غير ان موتور تيرميك
كيعاونوا داك لو موتور الكتريك ما تقدرش ديماري 100% الكتريك ليبريداسيون ريشارجابل ليبريد ريشارجابل بلوتو باقي غالي لا تكنولوجي باقا غاليه عندك باتري كبيره تقدر تمشي سي فري كو تقدر تمشي اكثر ب 100% الكتريك مي خصك دي ريفلكس اللي خصك يوليو عندك بحال تشارجي لا باتري ديالك دير اون انستالاسيون ديال لا بريز في الدار واللي كيبان ليا انايا دونز ان بروميي طون لي اون تري بون الترناتيف للتيرميك اللي عشنا به من زمان هو الفول هيبريد. علاش؟ حيت كيبقاو اول حاجه عندك لي ميم ريفلكس كتبقى غير كدير ليسونس الكاربورون كما ديما ما كاينش خاص الطوموبيل كتشارجي لا باتري بوحدها اي لا تكنولوجي رخص ماشي بحال اللي بغيت غشارج بالنسبه لي فيرسيون والاثمنه غيت افيشاو لكم هنايا. وصلنا لنهايه الحلقه كنتمنى تكون عجبتكم ديروا الزين وبارطاجوا مع اصحابكم تلاقاو في فيديو